كنا دايما بنقول طب ما حضرتك يعني تدخل على الشبكة الحكومية للمعلومات وتجيب المعلومة اللي انت عايزها من الوزارة اللي جنبك او من المكتب اللي جنبك، وما تقعدش بقى تتزهق المواطن في انه هو يجيب البتاع الختم مش باين. عارف فاكر انت طبعا الحاجات العظيمة دي، ولازم تروح تاني عند استاذ محمد ومدام زينب في مكتب مش عارف ايه في الدور الكام. لكن ايه تاني غير خدمات الاسكان والمرور؟ اصل 130 خدمة ده رقم كبير قوي. ايه تاني من خدمات الاسكان والمرور ممكن رقميا يؤدى دون يعني الاحتياج الى مشاوير او وقت او مال؟ فكر رئيس دايما بيوجهنا نكون واقعيين والامور تكون مدروسه. 130 خدمة هو فعلا رقم كبير، لكن رقم كبير بالمقارنة بالبداية. انما احنا الخدمات تجهة في مصر حوالي 500-550 خدمة. وزارة الاتصالات وعد الاستاذ الرئيس السنة اللي فاتت ان على من مع نهاية 22 او بداية 23 ننتهي من 300 خدمة، على مدار سنتين ننتهي من حوالي 500 خدمة. لكن ال 130 كبيرة بالمقارنة بيوم التدشين والبداية، ده حقيقة وده شيء كويس جدا. وكمان ناضجين، يعني انا مش بعد خدمات، لا ده انا بعد خدمات ناضجة، يعني فعلا مفعلة حقيقية تعمل وميكنة بالكامل، مش الواجهة بتاعتها بس اللي على المنصة فقط لا غير، هي اللي بتعمل والباك اند بتاعتها عند الموظفين ما بتشتغلش. فهو كبير بالمقارنة بالبداية، لكن احنا لسه بنتطلع لان كل الخدمات الحكومية تكون مميكنة ضمن مشروع حكومة الكترونية متكامل هيسهل اكثر في عملية التعامل مع كل الخدمات الحكومية للمواطن. فده احنا منتظرينه يعني بالفعل، وهم يعني قطعوا شوط كبير جدا. مصر يمكن نتيجة الثورات المتعاقبة في العقد الثاني من الألفية الجديدة للأسف كانت تراجعت كثيرا في مجال الخدمات الرقمية ومجال التحول الرقمي، لأن احنا كنا بدأنا قبل الثورة وكنا بنتبوأ مركز كويس جدا. الحمد لله بدأنا نتدارك هذه المواضيع الفترة اللي فاتت. كان الرئيس وعد بأنه يصرف على هذه المشروعات بشكل كويس، بل صرفوا بالفعل زي ما الرئيس قال النهاردة حوالي 100 مليار جنيه على مراكز البيانات، على المنشآت الخاصة بمراكز البيانات، على عمليات البرمجة والشركات اللي بتشتغل، على السوفت وير اللي اتعمل، على المنصه اللي اتعملت، يعني على السحابه الالكترونيه المصريه اللي بتحمل هذه الخدمات. لا استثمار كبير ولسه استثمارات اكبر هتتعمل. يعني من ضمن الاستثمارات اللي استثمرها كان استثمارات في العنصر البشري، كميه المبرمجين المصريين اللي النهارده بيجيبوا دخل للبلد لما بيشتغلوا في المانيا ويشتغلوا في الخليج ويشتغلوا في اوروبا وهم قاعدين هنا في مصر. ده محور مهم جدا. التحول الرقمي مش بس الخدمات اللي موجوده على المنصه الالكترونيه، شيء جميل وهايل وسيمتد اثره وهيكملوا بقيه الخدمات، لكن الشيء المهم اللي المجتمع دلوقتي بقى عارفه كويس، اللي عنده مبرمج في بيته بيجيب دخله بالدولار وباليورو، قادر انه يعيش حياه كريمه بسببه لو اتعلم كويس، لو خد تخصص من تخصصات في الكمبيوتر ساينس او الانفورميشن سيستم، لو عمل دراسات عليا في هذا المجال. النهارده في ندره في العالم في مجال علماء البيانات، موجود مصريين الحمد لله كثيرين في هذا المجال. النهارده وزاره الاتصالات بتعمل مشروع مهم ان عملت جامعه مصر المعلوماتيه، ده صرف على البنيه التحتيه للقدرات البشريه، عملوا مجموعه من البرامج والمبادرات الاونلاين في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات سواء للشباب للنشأة او للكبار. اتخيل واتوقع او احنا بنطالبهم كمان ان هم يزودوا عدد البرامج التفاعليه اللي هو التدريب التقليدي اللي يكون فيه مشروعات وتدريب في شركات خلال الفتره الجايه كمان، عشان نزود عدد المبرمجين اللي هيساعدوا الصناعه المحليه في انها تنضج وتنمو. ده رقم واحد. بيسافروا يشتغلوا بره بيبقوا مصدر دخل من العمله الصعبه. مبرمج واحد بياخد بره حوالي 15,000 ريال بيبقى قد 6-7 عمال او مهن اخرى بتعمل، فبيدخل دخل البلد بشكل كويس. في منهم اللي بيعمل بنظام اسمه نظام الاوت سورسنج او خدمات التعليم، بيشتغل جوه مصر لدول بره مصر او لشركات في دول اخرى، بيقبض بالدولار او باليورو. ده استثمار في حد ذاته.